فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من غير هذه البلاد، يقول: بلادنا غير إسلامية ويقررون اليوم الأول من رمضان حسب التقويم دون الرؤية، يقول: كيف نصوم نحن؟ اجتهدوا أنتم تراءوا الهلال، ما غمضوا عيونكم، ناظروا الأفق تطلعوا للهلال، وإذا رأيتموه صوموا، وإذا لم تروه أكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل قريب من هذا يقول: نحن في بلادنا في كل سنة يحصل تفرق وخلاف في دخول شهر رمضان وفي إخراجه، وكذلك في عيد الأضحى، فيحصل 3 أعياد في البلد الواحد، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك مثل ما قال الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا متيسر في كل مكان، إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، إذا غم عليكم فأكملوا. الحمد لله. والمراكز الإسلامية الآن تقوم مقام الحكومات، فالمركز هو اللي مثلا يتولى إثبات الشهر، المركز يكون فيه رؤية ويكون فيه استعداد ويكون فيه للمسلمين. نعم.